معي من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد إبراهيم. إذا درع إدلب، ما الذي يمكن أن نقف عليه من تفاصيل معك على هذه العملية العسكرية الجديدة؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بالنسبة لما يقال عن انطلاق معارك جديدة أو تحديدا معركة درع إدلب أو كان درع العاصي أو حتى درع شرق الفرات، هذه كلها ما تزال مجرد أقاويل تنشر من غرف العمليات إلى الخارج وتصدر. حتى الآن لا يوجد الخطة الواضحة التي صدرت أو العملية العسكرية القادمة التي قد تصدر بالنسبة من غرفة العمليات على الأرض أو تترجم على الأرض كأعمال عسكرية، إن كان حتى درع العاصي أو حتى درع إدلب التي ينشر عنها من قبل بعض المصادر المقربة من غرف العمليات وما يسرب من الخطط التي تدرس وقيد الدراسة. حتى الآن لا تزال على الطاولة، إن كان حتى صحيح، يعني انطلاق تنوي حتى الخبر يتحدث عن تماما نية. تماما نعم، هي مجرد نوايا، وقلت أنها خطط تسرب من أجل قبل ترجمتها على أرض الواقع. نعم، كان هناك تسرب، لا أعرف لماذا استخدمت هذا التعبير، يعني تسرب يحمل دلالات إيجابية أم ماذا؟ لا، هي دلالة إيجابية طبعا. عملية التسريب قبل المعركة هي مجرد هالة إعلامية لأي معركة قد تكون. حتى طيب درع الفرات قبل انطلاقها كان هناك معلومات عن نعم، انطلاق معركة ضد داعش بدعم من القوات الرديفة التركية في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة حلب. أي عملية التسريب هي شيء إيجابي في إن كان على مستوى الخطة العسكرية أو حتى على مستوى إن كان الإعلام قبل أن تترجم على الأرض. فهناك أنا تحدثت عن عدة معارك كانت قد سربت، إن كان درع العاصي أو حتى طيب درع إدلب. أهمية فتح هذه الجبهة الآن بإدلب ضد، طبعا نتحدث ضد الإرهاب، جبهة جديدة، إلى أي درجة هي مهمة بهذا الوقت؟ إلى أي درجة هي مرتبطة بشكل أو بآخر بتوقيت جنيف؟ نعم، بالنسبة لي الموضوع واستغلال الوقت حاليا في خلال خفض التوتر أو المناطق الأربعة من أجل محاربة الإرهاب المتواجد في سوريا، إن كان المتمثل بعناصر تنظيم القاعدة بشقيها، جبهة النصرة من جهة وداعش من جهة وحتى من جهة أخرى النظام الذي يقاتل الآن في منطقة جنوب دير الزور ويقوم بالتعدي على مناطق سيطرة الجيش الحر، إن كان جيش مغاوير الثورة أو حتى الفصائل الأخرى. نتحدث عن الشمال تحديدا وعملية إنهاء القاعدة واجتزاز القاعدة. القاعدة في شمال سوريا قامت بالقضاء على أكثر من 17 فصيل من الجيش السوري الحر، بداية بجبهة ثوار سوريا، وليس آخرها كان الفرقة السادسة عشر التي لم تتمكن من الإنهاء عليها بسبب وقوف فصائل الجيش الحر صفا واحدا مع الفرقة السادسة عشر. استغلال الوقت من أجل أو استغلال هذا الوقت، إن كان خفض التوتر أو حتى جنيف، وخصوصا انه ما سيبحث بجنيف يمكن ان تعتبره ايضا تسريب، لان خطه العمل او جدول العمل لم يسرب حتى هذه اللحظه، هو مناقشه السله الرابعه وهي مكافحه الارهاب في جنيف الان او ما يعرف بجنيف سته. مكافحه الارهاب قد تستغلها ايضا المعارضه من جهه، وخصوصا ان المعركه اصبحت وشيكه جدا وهي معركه مكافحه الارهاب في مناطق خفض التوتر نعم للانتهاء من القاعده بشكل نهائي. طبعا، وهذا إثبات مرة بعد مرة من قبل الثورة السورية بأنه على مسارها وضد الإرهاب. من جديد هذه العملية الآن أبرز أسبابها، يعني طبعا نعلم محاربة الإرهاب، ولكن ممارسات فتح الشام الذي تم التركيز عليها منذ فترة، إلى أي درجة هي تجعلكم تصرون أكثر على جعلها من أولويات معارككم؟ طبعا كنا قد أكدنا سابقا أن من أولويات المعارك هي تحرير المناطق من النظام وأيضا من أعوانه، أي أن أعوان النظام هم القاعدة التي خلقها في سوريا. الانتهاكات التي قامت بها جبهة فتح الشام وإن كان من قبلها داعش وتنظيم القاعدة والتنكيل بالمدنيين والقضاء على فصائل نعم. من الجيش الحر والاعتداء على الكثير من الأمور التي رسمت حول الخطوط الحمراء من قبل قيادة الجيش الحر، اضطرها حقيقة إلى أن تشهر السلاح في هذا الوقت بوجه القاعدة وبوجه الفصائل الأخرى التي تقترب وتمارس فكر القاعدة. الثورة السورية هي ثورة شعب، هي ثورة نقية لا تحتمل فكر الغلو ولا تحتمل فكر القاعدة أن يكون متواجد فيها، والطريق الذي رسم للثورة السورية باتجاه دمشق لا يمكن إعاقته من قبل فصائل القاعدة، إن كان داعش التي أرادت إنشاء ما يعرف بالدولة الإسلامية في شرق سوريا أو حتى الإمارة التي كانت تخطط لها جبهة النصرة في شمالها. أين واضح الموضوع؟ الثورة الشعبية لا تحتمل مشاريع مزاودة كمشاريع القاعدة
في شتى أنقاع الأراضي السورية. أشكرك. من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر.